أهلا بحضراتكم، اسمحوا لي من برنامج الصديقان نتقدم لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة بخالص التهنئة على استمراره وزيرا للأوقاف وعلى ثقة القيادة السياسية في سيادته. الدكتور مختار جمعة الحقيقة يعني وزير بدرجة مقاتل، وأنا يمكن علشان في الأوقاف أنا عارف كويس قوي الجهود التي يبذلها معالي وزير الأوقاف والتي بذلها منذ 2013 لحد النهاردة، جهود جبارة ومضنية، خاضع حروبا ومعارك ضارية، الحمد لله انتصر في كل المعارك وعلى رأسها تطهير المنابر والمساجد من المتطرفين والمتشددين وضبط إيقاع الدعوة داخل المساجد. وكل يوم تقرأ عن إنجاز جديد، كل يوم تقرأ عن فكرة جديدة، كل يوم تقرأ وتلمس بيدك وبيدك وتشاهد إنجازا جديدا لوزارة الأوقاف على يد معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة. واستمرار أي وزير في الوزارة خصوصا في عهد الرئيس السيسي مرتبط دايما بإنجازاته وكفاءته ونظافته. في عهد الرئيس السيسي استمرار أي وزير لا يأتي عبثا، مفيش وزير قاعد محبة ولا وزير قاعد مجاملة. وحضراتكم شفتم، مع احترامي وتقديري لكل الوزراء اللي رحلوا عن الوزارة لا نشكك في أحد، إنما كل إنسان له دور، كل إنسان يتناسب والمرحلة التي يعمل بها. دكتور وزير الأوقاف يستمر نتيجة إنجازات كثيرة وعمل شاق وعمل مضني داخل وزارة الأوقاف. اسمحوا لي أقول لحضراتكم بعضا من هذه الإنجازات: تحسين الأحوال المادية للأئمة وإنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية ومراكز إعداد محفظ القرآن الكريم. يعني مثلا تم تحسين المستوى المادي والمعيشي للسادة الأئمة بزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة بواقع 600 جنيه للحاصلين على الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على الدكتوراه. وطبعا ده كان بتوجيهات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم تم افتتاح 370 مدرسة قرآنية، ليصل العدد إلى 1130 مدرسة قرآنية. تم افتتاح 350 مكتب تحفيظ قرآن جديد. تم افتتاح 127 مدرسة علمية جديدة. تم افتتاح 69 مركز جديد لإعداد محفظ القرآن الكريم. تم افتتاح 4 مراكز ثقافية إسلامية ليصل العدد إلى 32 مركز ثقافي، 1851 فصل محو أمية ليصل العدد إلى 712 فصل. تم عقد 12,000 ملتقى فكري وثقافي خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية. تم تسيير عدد 1340 قافلة محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية. تم عقد 797 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشاكل السكانية. تم عقد 766 محاضرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني. تم عقد 297 محاضرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. تم عقد 92 محاضرة بالتعاون مع وزارة الثقافة. تم تسيير عدد 207 قافلة دعوية. تم مشاركة 14 إمام بمحاضرات توعوية. تنفيذ 21 قافلة دعوية مشتركة بالتعاون بين الأزهر والأوقاف. إيفاد 61 إمام بالخارج. إيفاد 42 إمام و55 قارئ للقرآن الكريم في رمضان الماضي. أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي شارك فيها 66 متسابق من 60 دولة. شاركت الأوقاف في المسابقة العالمية بجمهورية موريتانيا الشقيقة وحصلت على المركز الثاني. لأول مرة مرافقة 9 واعظات متميزات ببعثة الحج العام الماضي. اعتماد 27 واعظة جديدة ليصل العدد إلى 236 واعظة بالأوقاف. التحاق 1087 إمام بعضوة المقارئ ليرتفع عدد أعضاء المقارئ إلى 8420. أنا عايز أقول لحضراتكم 60 إنجاز، كل إنجاز يستحق الشكر والتقدير. 60 إنجاز، الوقت لن يتسع لعرض 60 إنجاز، لكن اللي عاوز أؤكد عليه أن الأوقاف وعلى رأسها الدكتور مختار جمعة يعني في سباق دائم مع التقدم ومع التكنولوجيا ومع التطوير ومع نشر الدعوة الإسلامية الوسطية في ربوع العالم كله، مع البناء وتشييد المساجد وإعمار المساجد. إنجازات كثيرة لا تحصى ولا تعد، 60 إنجاز منهم، كل إنجاز يستحق حلقة نتكلم فيها
عنه بالتفصيل. فاحنا بنهنئ معالي وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعه، بنشكر القياده السياسيه على ثقتها في معاليه، نتمنى للاوقاف ان شاء الله اللي انا بشرف ان انا جزء منها، بتمنى لها دائما التوفيق، لان الاوقاف هي رمانه الميزان في هذا التوقيت. والمعارك المباشره بين التيارات المتطرفه كانت مع الاوقاف ومع ائمه الاوقاف في المساجد، وخضنا هذه المعارك كلنا، وكان حضراتكم لكم دور كبير جدا في دعمنا داخل المساجد. بنشكر حضراتكم على هذا الدعم، شكرا جزيلا، وبالتوفيق لمعالي الدكتور وزير الاوقاف ان شاء الله. ابونا اتفضل. انا طبعا يعني برضو بكمل على كلام فضيلتك، وبشكر القياده السياسيه على التغيير الوزاري اللي حصل الاسبوع الماضي، وايضا باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء، واضافه بعض الملفات الاخرى على كاهله وعلى تحت مسؤوليته واشرافه المباشر. وبنرحب طبعا بكل الوزراء الجدد اللي انضموا الى الكتيبه المقاتله لمجلس الوزراء الحالي. نتمنى لكل وزير وكل وزيره ربنا يوفقهم يا ربي، ويستخدمهم في احداث طفره نوعيه في المجتمع بكل مؤسساته. ونشد من ازر كل الساده الذين يعني شاءت الظروف ان هم تنتهي فتره وجودهم في مجلس الوزراء خلال هذه الفتره، مؤكدين على ان كل واحد منهم وكل وزير منهم وكل وزيره منهم قاموا بالدور المنوط ليهم بكل امانه وبكل صدق وبكل جهاد. ولكن زي ما فضلت الشيخ مظهر قال، من لحظات هي مرحله، وكل واحد بيجي يؤدي دور ثم يجي بعد منه انسان يكمل نفس الرساله وبس. هو طبعا طبيعه الحياه وطبيعه رتم الحياه التغيير المستمر، وهذه يعني طبيعه الحياه اللي احنا بنعيش فيها اللي هي التغيير. تهنئه لكل الوزراء، وان شاء الله نشوف حاجه حلوه منهم الوزراء الحاليين في بلدنا مصر.